متابعينا الكرام، متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. معاكم أسماء إسماعيل من الإسكندرية. خلينا نتكلم مع حضراتكم في تفاصيل قضية نجم المهرجانات عصام صاصا. طبعا كلنا عرفنا بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، الحديث كان عن ما حدث مع النجم عصام صاصا، طبعا بعد حادث السير اللي طبعا تسبب في وفاة شخص. وطبعا يعني خليني اقول لحضراتكم ان النجم عصام صاصا سلم نفسه وفضل مع الشخص لحد ما الحكومة جت وطبعا سلم نفسه. وطبعا خليني اقول لحضراتكم ايضا انه اتعمل له تحاليل مخدرات، وبعدين امبارح تم اخلاء سبيله بكفالة 30,000 جنيه. معايا محاضراتكم مستشارة هويدا جمعة، يمكن هنعرف منها ما هو منتظر النجم عصام صاصا وما عقوبة القتل الخطأ. مرحب بك يا أسماء وكل المتابعين. خلينا بس الأول يعني نروح ما قبل القتل الخطأ. طبعا القتل طبعا هو إزهاق روح إنسان أو فتك به. طبعا الإسلام وجميع الأديان حفظت النفس البشرية، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. خليني قبل ما أروح للقتل الخطأ أصنف الأول أنواع القتل عشان اللي ما يعرفش يعرف المشاهدين. طبعا عندنا طبعا أول حاجة في القتل اللي هو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وده طبعا بتكون عقوبته الإعدام لا محالة فيها طبعا إذا توفر ركن الإصرار والترصد. ننزل شوية بالعقوبة، هيبقى عندنا القتل العمد بغير إصرار، وطبعا ده عقوبته السجن المؤبد أو المشدد 25 سنة عقوبته طبقا للمادة 234 من قانون العقوبات. نيجي بعد كده بقى للجزئية اللي انت بتستفسري عليها والناس كلها بتحب تعرف عقوبتها ايه، القتل الخطأ. ما انا مش قصدي ان انا اقتل، النية عندي مش موجودة، القصد الجنائي مش موجود. طبعا برضو هنا قانون العقوبات المصري كان واضح في جريمة القتل الخطأ وحط شروط لابد من توافرها عشان ينطبق على هذه الجريمة، ونقول هنا في قتل خطأ ولا مفيش. طبعا القتل الخطأ مش شرط ممكن يقول يكون قتل خطأ، ممكن يبقى فيه إحداث إصابة خطأ. فهنقول طبعا هنا إن عقوبة القتل الخطأ وجريمة القتل الخطأ لابد من توافر بعض الشروط فيها. أول حاجة طبعا في جريمة القتل الخطأ عدم توافر القصد الجنائي، إن الجاني مش قصده أو عنده نية متعمدة إنه يقتل المجني عليه. ما يكونش طبعا الشرط التاني ما يكونش المجني عليه أو أحد المارة هو المخطئ، يعني ما يكونش خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني. زي مثلا إيه، إن هو كان مفروض المجني عليه يعبر من أماكن ما يصحش إن هو يعبر منها، مثلا ممنوع فيها عبور المشاة، وهنا المجني عليه عدى، بيعتبر هنا خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني. أو عبر في طريق سريع وكان المفروض يكون في مثلا نفق أو كوبري هو بيعدي منه، ما عداش من النفق أو عدى من الكوبري، وهنا طبعا بيكون الخطأ المتسبب فيه هو المجني عليه. طبعا هنا القانون كان واضح وصريح، لو توفر شروط القتل الخطأ بتكون العقوبة من 6 شهور ل5 سنوات. طبعا في شرط مهم جدا لازم يبقى متوفر برضو في جريمة القتل الخطأ، اللي هو توافر علاقة السببية ما بين الجاني وأفعاله. توافر علاقة السببية ما بين الجاني وأفعاله ما يكونش الجاني عنده رعونة أو إهمال أو ما استخدمش الاحتراز أو مرعاش القوانين واللوائح والقرارات. ما يكونش الجاني تحت تأثير مخدر أو سكران. تمام؟
علشان كده طبعا هنا قانون العقوبات المصري كان واضح جدا وصريح، المادة 238 كانت واضحة بأنه كل من تسبب خطأ في موت شخص أو كان ذلك ناتج عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وغرامة 200 جنيه. أما إذا كان الجاني متعاطي بعض المواد المقدرة هنا العقوبة بتختلف طبعا، لا تقل عن سنة ومش بتزيد عن 5 سنوات. ده بالمختصر كده عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري. اللغه بقى العاميه بتاعت الشارع عشان مش لاقيين يفهموا. دلوقتي عصام صراصه ضرب بتسهيله 30,000 جنيه. طبعا بعد ما تم اجراء تحليل لمخدرات طبعا اثبت ان مفيش مخدرات، ايه بقى اللي هيتم؟ طبعا هيتم التحري عن ملابسات الواقعه ويشوفوا اذا كان المجني عليه مخطئ ولا مش مخطئ. انا شايفه ان الاقاويل بتقول ان هو مخطئ وما كانش مفروض يعدي او يعبر، ان ده طريق سريع، فزي ما بقول لك هنا ممكن يكون خطا المجني عليه استغرق قضاء الجاني. فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي والتحقيقات معاها هتمشي ازاي، وان شاء الله يعني كل واحد ياخد حقه بالطريقه اللي ترضي الناس وترضي ربنا قبل اي شيء. ما هو يعني هو المطرب قال انا ما اعرفهوش، يعني ما فيش قصد جنائي، هو ما يعرفهوش ولا في بينه وبينه اي نيه قتل او نيه متعمده او اي شيء. وده طبعا حوادث السيارات والقتل الخطا احنا كل يوم بنشوف حاجات من دي كتير جدا. يعني هو هنا بيقول ان القصد الجنائي مش متوفر، وان شاء الله ده هيكون في صالح المطرب باذن الله اذا اثبتت التحريات واثبتت ملابسات الواقعه ان المجني عليه هو اللي مخطئ. ممكن تكون العقوبة يعني من 6 شهور لخمس سنوات، وممكن ياخد يعني الظرف الأدنى إن شاء الله. أنا ما أعرفش ملابسات الواقعة، ما شفتش التحقيقات، ولكن أنا بتكلم على عقوبة القتل الخطأ وبوضحها للمشاهدين عشان في ناس كتير ما تعرفهاش. أنا هقول لحضرتك أبرز اعترافات المتهم. هو قال إن هو كان ماشي وإن يعني المبني عليه هو اللي كان بيعدي من طريق ممنوع ما حد يعدي منه. ما أنا بقول لك هنا بقى المجني عليه استغرق خطأ الجاني. على فكرة احنا يعني كان عندنا واقعة لسه قريب ان المجني عليه تردد يعدي او ما يعديش، فهنا بيحصل لخبطة فبيضطر هنا المجني عليه يحصل غصب عنه ان الجاني بيدوسه او بيدوسه بالسيارة. فطبعا هنا انا بقول لك القانون كان واضح وصريح، طبعا اذا كان خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني طبعا ما فيش هنا اي عقوبة. يعني إذا كان المجني عليه هو المتسبب في الخطأ، القانون كان واضح وصريح في جريمة القتل الخطأ بالذات. طب هل في بقى تعويض أهل المبني عليه بيأخدوها؟ والله يعني هو ترجع للمفاوضات اللي بينهم وترجع لمدى تقبلهم للوضع إذا قبلوا الموضوع، لأن كمان جريمة القتل الخطأ من الجرائم اللي بيجوز التنازل عنها. ممكن يتنازلوا مقابل دية، ممكن يتنازلوا مقابل مبلغ مالي، الله أعلم اللي بينهم. ربنا يا رب يعني يقدم كل الخير ويصبر أهل المجني عليه إن شاء الله. بشكرك جدا. متابعينا الكرام، تابعوا كبير ميديا في كل مكان، بشكركم وكنت معكم أسماء إسماعيل وإلى اللقاء.